حسن الختام. ها أنتم بحمد الله وتوفيقه قد زرتم بهذه الصفيحة المباركة أحد وشهداء أحد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شفاعتهم وأن يحشرنا في زمرتهم. وكما أن تشرفتم بالصلاة في مسجد القبلتين، هذا مسجد القبلتين أصله هو مسجد لبني سلمة أو بيت لمرأة يقال لها أم بشر. وانظروا حكمة الله سبحانه وتعالى، كثير من المحطات كانت سبب فيها النساء الصالحات، لأن أم بشر هذه عجوز قالوا من بني سلمة كريمة الفضالة، دعت النبي صلى الله عليه وسلم فجاءها صلى الله عليه وسلم في نهار وتغدى عندها يعني منتصف النهار، ولما حانت الصلاة وقت الظهر صلى ركعتين لجهة بيت المقدس وجاء الوحي وهو يصلي في تلك الصلاة إحدى صلاتي الظهرين، إما الظهر أو العصر، وقيل أن الصلاة حولت في الظهر وصلاة العصر صلاها كاملة إلى بيت الله الحرام. وهذه القبلة، درس القبلة هو درس وحدة الأمة، وحدة الأمة، فأمة الإسلام أمة واحدة تتجه إلى بيت واحد، فهي أبناء أسرة واحدة، وأبناء الأسرة الواحدة لا ينبغي لهم أن يختلفوا. فنحن نأتي من المغرب وغيرنا يأتي من المشرق، وآخر يأتي من آسيا، وآخر يأتي من أوروبا، وآخر يأتي من إفريقيا، وآخر يأتي من أندونيسيا أو ماليزيا أو يعني الهند وغيرها من البلاد، من الصين. الطرق تختلف، الطرق تختلف، المناهج تختلف، البلدان تختلف، الألسنة تختلف، الألوان تختلف، لكن مقصودنا جميعا بيت واحد ورب واحد، وليس المقصود هو البيت، وإنما المقصود رب البيت، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فكذلك أمة الإسلام عندها مذاهب، عندها مدارس، عندها آراء مختلفة، لكنها هذه الآراء كلها لها أدلتها ولها يعني حجتها ولها يعني مستنداتها التي تستند إليها، فلا يعني أنها متضاربة، وإنما هذا الاختلاف سنة الكون، كما أن الله سبحانه وتعالى جعل في هذا الكون ألوان تزينه، هذه خضرة، هذه حمرة، هذه صفرة، هذه، وما من شيء من اللباس أو من الفواكه أو من البنايات أو من الأرض إلا مختلف، فكيف تكون العقول متفقة؟ أبدا. لكن العقول ينبغي لها أن تتفق على أن تنصر دين الله، ينبغي لها أن تتفق على أن تكون كلمة الله هي العليا، على أنها تتفق أن الدعوة إلى الله وليست إلى الأشخاص ولا إلى البلدان ولا إلى الأعراق ولا أبدا، الدعوة إلى الله وحده. إذا كان همنا الدعوة إلى الله فنحن همنا واحد، وإن اختلفت أساليبنا وآلياتنا ومناهجنا وأدواتنا لكن همنا واحد. لكن إذا صارت الدعوة إلى الأشخاص، يقول واحد ادعي إلى زيد أو إلى عمر، زيد وعمر هذا يفنى ولا يتفق الناس عليه، حتى ألصق الناس به لا يتفق عليه، لكن الذي تتفق الناس عليه هو الله وحده وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قالت الأنصار وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. الأنصار خلوا هذا الشعار، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. إذا كان كل واحد يدعي إلى الله نفرح به، وإن كان في الشرق، في الغرب، في القريب، في البعيد، من أي جنس، من أي طائفة، من أي لسان، مدام يقول الخلق اهربوا ربي فخلاص، هذا نحن وياه همنا واحد ورسالتنا واحدة. أنتم الآن وصلتم إلى 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 مساجد ما يسمى بالمساجد السبعة. المساجد السبعة هذه هي مواطن مرابطة الصحابة ومواقع أيام إقامتهم عند حفر الخندق، عند غفر الخندق في غزوة الأحزاب. شوفوا هذا الذي عن أمامكم مبني بالحجارة، هذاك محل إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في أيام حفر الخندق. هذا اللي أمامكم عن جهة يدك اليسرى. هذا البناء المبني بالحجر القديم هو محل مرابطة النبي صلى الله عليه وسلم وإشرافه على حفر الخندق، اللي تحته مباشرة يقال له مسجد سيدنا سلمان الفارسي، أو تحته بنيها بالحجارة السوداء.
مسجد سيدنا سلمان الفارسي. أما هذا المسجد الكبير فهو جديد، وغيرها يقال مسجد سيدنا عمر، مسجد سيدنا أبو بكر، مسجد سيد عدة صحابة من الصحابة، ومسجد سيدتنا فاطمة. إذا هذه غزوة الأحزاب وما فيها من بسم الله. هذه المساجد السبعة بقيت شاخصة في الغزوة التي خلدها الله تعالى في القرآن، وسمى صورة طويلة من القرآن باسمها، اللي هي غزوة الأحزاب. والأمة اليوم تحزب الناس عليها وتكالب الناس عليها، فلا يمكن أن تتخلص من الأحزاب إلا بالنظر في مشاريع سورة الأحزاب. مشاريع سورة الأحزاب: إذ بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فهذه غزوة الأحزاب حفر الصحابة فيها الخندق، هو التفاعل الإيجابي من النبي صلى الله عليه وسلم مع الحضارات الأخرى، لما أخبره سيدنا سلمان بأن الفرس إذا داهمهم من لا قبل لهم عن دفعه تخندق، وحفروا خندق، وحفر صلى الله عليه وسلم هذا الخندق مسافة ربما 5 كيلو أو يزيد، وكلف كل 10 من الصحابة يحفروا 20 ذراع، وعرض هذا الخندق ربما من 7 إلى 8 أذرع، وعمقه يكاد مثل ذلك حيث لا تتجاوزه الخيل، ومن وقع فيه يصعب عليه يخرج منه. وهكذا حمى الله سبحانه وتعالى نبيه بهذا السبب، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم وإذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. نعمة الله تعالى: إذ ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. هذا المسجد خصوصا هذا الذي في الأعلى، يعني لو كان كنا احنا نسافر قبلها يوم الأربعاء بين الظهرين، تلك الساعة التي استجيب فيها النبي صلى الله عليه وسلم على الأحزاب لما دعا عليه، وهي ساعة مجربة حتى في البلاد. يوم الأربعاء بين الظهرين، نهار الأربعاء بين الظهرين، الدعاء يرجى له الإجابة، إن ساعة أجيب فيها للنبي صلى الله عليه وسلم. قال راوي الحديث: ما جربت هذه الساعة إلا استجاب الله لي. الله يلاقينا ولاقيكم ساعة الإجابة إن شاء الله. وغزوة الأحزاب فيها من الأحداث العجب العجاب، وهذا جبل سلع، جبل سلع هذا الذي يطل على المسجد النبوي، وفيه غار يقال له غار السجدة، كنا زرناه من قبل ورأينا فيه آثار كانت في الجبل، من داري الآن هي باقية ولا منقات. على كل حال، هذه معاني ودروس وعبر وعظات ينبغي أن يعيشها الإنسان كلما حل بموضع من هذه المواضع وهذه موضع من هذه المواقع. الصحابة، انظر إلى عداوة قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، خرجوه من بلاده وزادوا لحقوه في أحد، قاتلهم في الفضاء، من بعدين زادوا مكفاهم هذا، زادوا جمعوا له 10,000 في أحد، جوه 3,000 وفي الأحزاب جوه 10,000، يعني وعزموا على أن يحطموا المدينة، لكن الله سبحانه وتعالى يأبى إلا أن يتم نوره وأن ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله سبحانه وتعالى اختصر حياة الناس جميعا أفرادا وجماعات وأمم في حياته صلى الله عليه وسلم. ما من عبد في هذه الدنيا تلم به لا يعني مصيبة أو بلية أو يحيط به خطر إلا وينظر فيجد الأسوة في سيرته وفي حياة خير البشر صلى الله عليه وآله وسلم. يعني الأزمات والأحزاب والعقبات والويلات والنكبات كلها ما كانش واحد تحملها ومر بها أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك حسب الذين آمنوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون.
بعض الناس يقول لك كيف الجهادي كيف من... الإنسان يسأل الله العفو والعافية دائما، يدعو الله اللطف، لكن إذا وقع شيء يتأسى، فتأسى بمن مضى ظلمتم، فالتأسى لنفسه فيه فيه عزاوة. لما يتأسى بمن هم أفضل منه وأشرف منه يجد أنه لم يصب بعشر معشار ما أصابهم. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي المؤيد بالمعجزات، ومع ذلك لازال الأعداء خلفه يتابعونه ويؤذونه ويحاربونه ويتهمونه، ما هو منه بريء، ما هو منه بريء صلى الله عليه وسلم. ولكن العاقبة هي التي أخبر الله عنها، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء، وأبقى وأجرى هذا الخير على أنبيائه لحكمة. كلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، لحكمة، لأن الخلق هكذا لا ولا يزالون كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر بهذه الأوضاع كما يمر الناس جميعا، كما ذكرنا كان في هذه المدينة لم يهنى له الحال في المدينة كما يتصور الناس. كان عند المنافقون من الداخل واليهود في المجاور كذلك، ومن الخارج العدو ما زال يأتي، تحزب عليه الأحزاب، ولكن الله سبحانه وتعالى الكريم الوهاب نصر نبيه الأواب. الحمد لله الذي أعز أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وهزم الأحزاب وحده. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولقد سبقت كلمتنا لعباد المرسلين إنهم لهم منصرون وإن جندنا لهم الغالبون. قام في جميع الهجة خطيبهم تصممت أنؤون سمة الصمم، شك السلاح لهم سمة تميزهم، الوعد يمتاز بسمة عن السلام، تهدي إليك رياح النصر نشرهم، فتحسب الظرافين الكام كل كم، كأنهم بظهور الخيل لم ترمى من شدة العزم لا من شدة الحزم، طرت قلوب بأسهم فرقا فما تفرق بين البهم والبهم، ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقاه الاستغفي أدمها تجمي، ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقاه الاستغفي أدمها تجمي، ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقاه الاستغفي أدمها تجمي، من يعتصم بك يا خير الورى شرفا الله حافظه من كل منتقم، ومن ترم ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم، أحلى أمته بعرز ملته كالذي حل مع نجمي في أجمل، كم جدلت كلمات الله من جدل به، وكم خصم القرآن من خصمي، كفاك بالعلم بالأمي معجزة في جاهلية والتدب من يتم، خير من يمم الأبون ساعته سعيا وفوق متون الأيل قر سم، ومن هو الآية الكبرى لمعتبر، ومن هو النعمة العظمى لمغتنم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم صل على المصطفى سيدنا محمد عليه السلام، 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 اللهم صل على المصطفى سيدنا محمد عليه السلام.